انا هروح بقى دلوقتي عشان اصحي ليان عشان النهارده اول يوم ليها في المدرسه المشكله ان هي ما تعرفش اي حد هناك وانا خايفه ان هي ما تقدرش تكون صداقات لا ان شاء الله هتعرف تكون صداقات وهيكون عندها اصحاب كتير واهم حاجه المدرسين يكونوا بيعاملوها كويس وحلو انا هروح بقى دلوقتي عشان اصحيها صباح الخير يا محمد صباح الخير يا نوره يلا بقى صحي ليان هو انت هتوصلها ولا ايه ايوه انا هوصلها صحيح عشان تيجي معايا وبعد ما توصلها هتروح على الشغل ايوه طيب ماشي انا اصلا كنت رايحه عشان اصحيها ليان نعم يا ماما نعم يلا فوقي بقى وجهزي عشان تروح المدرسه هو انا يا ماما النهارده هروح المدرسه ايوه احنا اتفقنا على ايه امبارح طيب ماشي بس انا خايفه يا ماما خايفه من ايه يعني يا ليان خايفة هناك يكون حد يفضل يضايقني لا ما تخافيش ما فيش حد هيضايقك طيب يا ماما هو انا هعمل ايه في المدرسة هتتعلمي وهيكون عندك صحاب وتلعبي مع صحابك وكده هيبقى عندي صحاب ايوة ليان. يي... يي... مشي يا ليان ياي ماشي يا ماما انا دلوقتي بقى هجاز عشان عاوزة يكون عندي صديقة ماشي حبيبتي يلا انا لازم اروح اصحي اسيل بسرعه عشان النهارده اول يوم مدرسه المفروض تكون هناك بدري بس في مشكله اسيل مش اجتماعيه يعني ممكن ما تعرفش تكون صداقات وممكن تبقى هناك وحيده لا لا ان شاء الله هتعرف تكون صداقات وهيكون عندها صاحبه ليها هروح بقى عشان اصحيها بسرعه قبل ما تتاخر اكتر من كده اسيل يا اسيل يلا اصحي نعم يا ماما في ايه يلا عشان النهارده اول يوم مدرسه يو يا ماما انا مش عاوز اروح المدرسه ليه يعني يا أسيل؟ إحنا إتفقنا على إيه؟ خلاص يا ماما هروح بس ممكن أخويا يجي معايا؟ لأ مش هينفع أخوكي مبقاش يروح المدرسة أمال هو بيروح فين يعني؟ بيروح الجامعة طب هو هيروح الجامعة إمتى؟ شوية يعني مش دلوقتي بس يا ماما أنا مش عاوزة أكون هناك لوحدي مش هتبقي لوحدك يا أسيل إتعرفي على أصحاب جدد ويبقى عندك أصحاب ماشي؟ هيبقى عندي أصحاب يعني؟ أيوه إن شاء الله ماشي أنا دلوقتي هجهز ماشي يا اسيل يلا اسيل جهزت ولا لسه لا لسه بتجهز طيب يلا أقول لها بقى بسرعه عشان ما تأخرش على الشغل بتاعي وهي ما تتأخرش على المدرسه بتاعتها طيب ماشي هي مش هتتاخر مستعده عشان تروح المدرسه ايوه مستعده جاهزه عشان تروح المدرسه ايوه جاهزه يلا يا بنات اقفوا طابور عشان نروح الفصل يلا ايه ده البنت دي ايه اللي كانت راكبه معانا في الاسانسير يعني انا وهي كده مع بعض في نفس المدرسه وكمان نفس العماره ايه الصدفه دي هو انت اللي كنت راكبه معايا في الاسانسير ايوه انا اهلا بيكي اهلا اسمك ايه بقى اسمي ليان وانت اسمك ايه اسمي اسيل حلو قوي اسمك وانت كمان يلا يا بنات كفاية رغي يلا اصطفوا طابور أهلا يا بنات أنا ميس أروى مدرستكم الجديدة إن شاء الله السنة دي هعلمكم اللغة العربية وكمان الدين أهلا يا ميس أروى تشرفنا بيكي شكرا يا قمر إيه رأيكم كل واحدة فيها تعرفنا عن نفسها يلا ابدأ أنت يا لولو أنا اسمي ليان وعندي ثلاث سنين وإنت اسمك إيه؟ أنا اسمي أسيل وانتي بقى اسمك ايه؟ اسمي ساره. انا اسمي هدير. ايه ده ايه الصدفة دي؟ انا كمان مامتي اسمها هدير. وانتي بقى اسمك ايه؟ وانا اسمي غيمة، ماما سميتني غيمة عشان هي بتحب الغيوم قوي. حلو قوي اسمك يا غيمة وكمان جديد وجميل. طبعا يبقى نات بما ان النهارده اول يوم مدرسة فمش هناخد اي حاجه. نعم عاوزة ايه؟ هو انتوا التلاتة أصحاب؟ أيوه احنا الثلاثة أصحاب ايه ده ازاي انتوا أصحاب والنهاردة أول يوم مدرسة؟ احنا كنا أصحاب من أيام الحضانة الله دي حاجة حلوة جدا بس أنا للأسف ما كانش عندي أصحاب في الحضانة عشان كده ممكن ما يبقاش عندي أصحاب في المدرسة ولا ايه؟ بس ماما قالت لي إن شاء الله هتكوني صداقات في المدرسة هو ممكن تكونوا أصدقائي؟ <applause> لا طبعا احنا التلاتة أصحاب ومش عايزين حد رابع أيوة إحنا مش موافقين طيب ليه هو أنا عملت لكم حاجة؟ لا أنتي ما حاجة كل الحكاية إن إحنا مش عاوزينك إحنا عايزين نكون ثلاثة وبس ياريت ريت تمشي من هنا قبل ما تجنن عليكي حاضر حاضر أنا همشي من هنا الله انتي شلة حلوه جدا وكمان باين عليكم كيوت ولطيفين هو ممكن اكون صاحبتكم الرابعه يو بقى هو كل عايز يصاحبنا النهارده ولا ايه قلنا لا احنا مش عايزين اصدقاء تانيين احنا ثلاثه وبس طيب خلاص انت ليه بتتعصبي عليا على فكره كده عيب انا كنت فكرك طيبه بس انت طلعتي شريره على فكره بقى انا مش شريره احترمي نفسك احسن لك. خلاص يا غيمه ما تتعصبيش يا حبيبتي ما تعصبيش نفسك عشانها بصي دي هتعيط وهتموت وهتقرد الكتكوت مين دي اللي هتعيط على فكره بقى انا مش عايط وبعدين انتوا مش محترمين انا مش عايزه اصاحبكم اساسا ايه ده ايه ده دي غبيه اساسا مش عايزين نبقى صاحبها ايه ده البنت اللي كانت معاه في الاسانسير ايه ده مالك بس هو انت ليه بتعيطي ليان ايه اللي حصل لك مفيش حاجه يا اسيل ما تشغلش بالك لا بجد قوليلي يا ليان ايه اللي حصل كنت عايزة اتصاحب مع البنات اللي هناك بس زعقوا وقعدوا يمشوني قالوا لي احنا مش عايزينك تكوني صاحبتنا فانا زعلت عشان مش عندي صحاب على فكره دول بنات مش كويسين وانا كمان علمتهم الادب الاحسن ان أنتي ما تصاحبهمش امم ايه رايك انا وإنتي نبقى صحاب مفيش حد هيوافق ان هو يكون صديقتي مين قال كده أنتي طيبه وجميله قوي انا بقول لك بنفسي ان احنا نكون صحاب ايه رايك بجد يا اسيل انت عايزه تكوني صاحبتي؟ ايوه ايوه. ياي أيوة. انا موافقه. شكلك فرحانه يا ليان ايه اللي حصل النهارده في المدرسه؟ ايوه يا ماما انا فعلا فرحانه عشان اتعرفت على واحده وبقينا صحاب ياه بالسرعه دي انا ما كنتش متوقعه منك كده بس الصراحه برافو عليكي قلت لها ايه بقى عشان تتصاحبوا؟ يا ماما دي جرتنا كمان مش صاحبتي وبس دي ساكنه معانا في العماره شفتها الصبح في الاسانسير. دي صدفة حلوة قوي عشان تبقوا كمان مع بعض في نفس العمارة ووقت لما تحبوا تذاكروا مع بعض تروحوا بعض ايوه يا ماما بس الصراحة في موقف حصل النهاردة في المدرسة ضايقني وخلينا اعيط عيات كمان عيطتي ايه ده ايه اللي حصل لا خلاص خلاص لا احكيلي احكيلي كان في مجموعة صحاب وكنت عايزة اتصاحب معاهم عشان ابقى معاهم بس قعدوا يقولولي لا وقعدوا لي وفي الاخر اتخانقنا ورحت عيطت معلش بقى يا ليان بس اهم حاجه ان انت بقى عندك صاحبه صح ايوه صح معاكي حق ماشي ما تزعلش بس لو حصل اي حاجه تاني بقولي للمدرسه تمام حاضر يا ماما ايه اخبار المدرسه النهارده يا اسيل قال لا يا ماما المدرسه النهارده كانت جميله جدا بجد يا اسيل ايوه يا ماما بس الصراحه انا اتخنقت اتخنقت يا اسيل من اول يوم مدرسه كده يا ربي اعمل فيكي ايه لا يا ماما استني في خبر حلو وخبر وحش الخبر الوحش هقوله بعدين هقولك دلوقتي الخبر الحلو ماشي يلا قوليلي يا ماما انا بقى عندي صاحبة ايه ده من اول يوم كده ايوة يا ماما فيها ايه يعني لا شاطرة برافو عليكي قلت لها ايه بقى عشان تتصاحبوا يا ماما اصلا دي طلعت ساكنة هنا عندنا في العمارة شفتها الصبح في الاسانسير بعد كده تعرفنا على بعض وتصاحبنا كويس يلا قوليلي بقى اتخانقت ليه عشان شكلي كده هعاقبك لا يا ماما لا ما تعقبنيش. طيب خلاص قوليلي اتخانقت ليه في الاول كان في مجموعه بنات وقلت لهم ايه رايكم اكون صاحبتكم وكده راح قعدوا يقولوا لي لا او كده رحت اتخانقت معاهم بس كده وبعدين اتصاحبت على البنت اللي اسمها ليان ايه ده اسمها ليان ايوه اسمها ليان انت تعرفيها ايوه اعتقد عارفاها وشفت مامتها قبل كده طيب كويس قوي عشان انت ومامتها كمان تبقوا صحاب ماشي ماشي أسيل نعم يا ماما بتجهزي نفسك ورايحة على فين؟ رايحة أقعد مع ليان شوية طيب ماشي انتوا هتخرجوا أو تروحوا في حتة؟ أيوه يا ماما احتمال مثلا نروح مدينة الملاهي أو سينما هنشوف يعني طيب ماشي خلي بالكم من بعض ماشي حاضر يا ماما متخافيش أنا هروح بقى سلام سلام زي النهاردة من عشر سنين كان أول يوم مدرسة بالنسبة لأسيل كنت خايفة أوي إن هي ما تقدرش تكون صداقات وتكون وحيدة بس ما شاء الله في نفس اليوم رجعت قالت لي انا بقى عندي صاحبه جديده كنت فاكره ان هي مثلا صاحبه ممكن تدوم يومين اسبوع شهر بالكتير بس ما تخيلتش ان هي ممكن تدوم عشر سنين ليان دي هديه من عند ربنا الاسيل اخيرا بتاع الدليفري وصل يا ماما مش ده الدليفري لا ده بتاع الدليفري لا يا ماما دي اسيل وانتي ايش عرفك يعني ان هي اسيل انا بقول لك يا ماما هي اسيل وسعي البنت دي اتجننت ولا ايه انا عارفه ان هو بتاع الدليفري كويس ان هو جه عصافير بطني بتصوصو يا ماما بصي انا واسيل طلعنا لابسين نفس اللبس ايوه دي صدفه جميله جدا هو فين بتاع الدليفري اسيل انت اكلتيه ولا ايه لا لا هو ما اساسا شفتي يا ماما مش قلتلك ان دي اسيل طب خلاص خلاص انا هدخل جوه لما يجي بتاع دليفري نادوني او انا هبقى أجي افتح له يلا سلام <applause> يلا بقى هنروح فين مش عارفه ايه رايك نروح السينما ممكن وكمان ممكن نروح مدينه الملاهي ايه رايك ايوه دي فكره جميله جدا خلاص احنا هنروح مدينه الملاهي وبعد كده نروح مطعم ونتغدى طيب ماشي انا بجد مبسوطه قوي وانا كمان مبسوطة يلا بينا يلا مدينة الملاي شكلها تحفة بجد أيوة معاكي حق أهلا بكم في بوم دوم إيه ده؟ <applause> خلاص خلاص أنا همشي غريبة أوي الست دي أيوة فعلا معاكي حق يلا بقى ندخل يلا نلعب ايه بقى ده في العاب كتيره جدا ايوه معاكي حق انا مش عارفه العب ايه الصراحه في العاب كتيره والواحد محتار طيب ايه رايك نعمل التحدي ده ايوه فعلا حلو قوي ايه رايك بقى نعمله ولا هيكسب هيعزم التاني على الاكل ماشي انا موافقه <applause> يلا بينا يلا واحد اتنين تلاته طيب خلاص انا هعزمك على اكل يلا بقى نلعب لعبه جديده طيب ماشي هنشوف لعبه تانية ليان اللعبه دي حلوه جدا ايه رايك نلعبها شكلها تحفه طيب ماشي بس ناكل الاول عشان بجد أيوة انا جعانه ايوه وانا كمان جعانه هتعزميني على ايه بقى امم اللي انت عايزاه طيب ماشي انا عايزه بيتزا طيب يلا نروح نجيب ماشي امم انت عايزاه بطعم ايه مم. انا عايزاه بالخضار أو أنا كمان عاوزاها بالخضار لو سمحت عايزين اتنين بيتزا بالخضار حاضر يا استاذه اتنين بيتزا بالخضار هيكونوا في الطريق انا بجد متحمسه جدا هناكل البيتزا على طول وبعدين هنروح الملاهي عشان نركب المرجحه دي ايوه فعلا شكلها حلو وكمان انا كمان متحمسه بس يعني نبقى نقول للراجل يقلل السرعه ايه ده هو انت بتخافي ولا ايه يعني مش بخاف قوي بس قبل كده ماما ركبتهاني وقعدت اعيط لا لا ما تخافيش أكيد عشان كنت صغيرة صح؟ أيوة كان عندي خمس سنين طيب انت خلاص كبرت يعني مش هتخافي منها طيب خلاص نبقى نقوله بقى ان هو يعلي السرعة اتفضلي يا استاذة اهو الطلب وصل طيب شكرا العفو بقى بعد اذنكم اتفضل مم ريحتها جميلة جدا ايوة اكيد طعمها احلى يلا بقى ناكلها وبعد كده نروح طيب لو سمحت عايزين نركب اللعبة دي طيب ماشي يلا كل واحدة تقعد على واحدة بس احنا عايزين نقعد مع بعض مش هينفع يا استاذة كل واحدة فيكم تقعد على واحدة مش هيحصل حاجة يعني لا هيحصل احنا عايزين نقعد مع بعض ما مشكلة انا بقولك فيها مشكلة لو سمحت احنا لا كده لا كده لا كده لا كده ايه يعني لا نركب مع بعض لا اما مش نركب ابدا يو خلاص اركبوا مع بعض ده ايه ده حاجه غريبه على فكره لا مش حاجه غريبه خلاص مش هنركب خلاص خلاص يا ستي اركبوا ومتعصبوش طيب ماشي يلا بينا يلا اعمل لكم السرعه ايه خليها عالية طيب ماشي اعملها عالية واحد اتنين تلاته وقف المرجحه لو سمحت بسرعه وقف المرجحه طيب خلاص خلاص هوقفها يلا انزلوا انزلوا اه مش قادره مالك يا ليان مالك يا ليان مش قادره بطني وجعني قوي مش قادره طيب ايه رايك نروح المستشفى يلا تعالي لا لا مالهاش لزوم المستشفى اسمعي اللي بقولك عليه يلا تعالي هنروح المستشفى يا دكتور طمني يا صاحبتي دلوقتي عامله ايه ما تقلقيش يا استاذه صاحبتك كويسه جدا وباحسن حال كمان هي بس المشكلة إن هي أكلت وبعد كده لعبت ودي حاجة غلط أكيد يعني هيحصلها اللي حصل ده يا إما هترجعها يا إما بطنها توجعها طيب أقدر أشوفها دلوقتي؟ أيوة طبعا تقدري تشوفيها وبعدين هي كويسة يعني متقلقيش عليها طيب ماشي شكرا ليك العفو على إيه؟ اتفضلي أدخلي حاضر الحمد لله إن هي كويسة لا حرام عليك عليكي قلقتيني عليكي عادي يعني يا اسيل وبعدين ما كانش ليه لزوم يعني المستشفى والجو ده كله لا برضه لازم نطمن عليكي شكرا بجد يا اسيل انت طيبه جدا وبعدين انت احسن صديقه عندي العفو على ايه يا ليان ده واجب وكمان فوق الصدفة دي إن إحنا لابسين نفس اللبس أيوة يعني صدفة الأولى إن إحنا شفنا بعض في المول والصدفة التانية إن إحنا لابسين نفس الملابس إنت جاي بقى المول بتعمل إيه أنا كنت بشتري شوية هدوم أنا الصراحة كنت برضو بشتري شوية هدوم وحاجات زي كده في إيه يا أسيل هو مال صوتك يتغير كده ليه هو في حاجة إزاي يا لياني حبيبتي عاملة إيه إزاي يا اسيل بس تعبانه شويه يا حبيبتي عشان كده بس تلاقيها صوتها تغير شويه لا بجد انا حاسه ان في حاجه ايوه ايوه مفيش حاجه مفيش ايه ده بقى اسيل انت عمرك ما خبيتي حاجه عليا انت اكيد مخبيه حاجه احنا يا بنتي المفروض تقولي لي كل حاجه في ايه بقى قوليلي ماما فعلا لاين صاحبتي ولازم تعرف كل حاجه ماشي يا بنتي براحتك قولي لها الصراحه يا ليان احنا بنجهز نفسنا عشان احنا هنسافر هنسافر برا مصر ازاي يا اسيل هتسافري برا مصر وانا مش هشوفك تاني يا اسيل كده ازاي طب فهميني ايه اللي حصل بالظبط بابا جاله شغل في امريكا ولازم نسافر هناك واعتقد مش هنرجع تاني هنفضل مستقرين هناك لا بتهزري يا اسيل حرام عليكي وانا هعمل ايه من غيرك كده انت عارفه ان انا ما عنديش صحاب غيرك انا عارفه يا ليان بس انا ما حل غير كده لازم اروح مع بابا وماما حتى قلت لهم ان انا هفضل قاعده هنا مردوش وهتسافري امتى بقى بكره الصبح كمان بكره الصبح يعني هتسافري وما قلت قلت ماشي وكمان هتسافري بكره ومش هترجعي تاني مصر انت بتهزري اهدي يا ليان ما تعيطيش يا ليان ما تعيطيش الموضوع مش مستاهل لا الموضوع مستاهل يعني صاحبة عمري كلها هتمشي وتسيبني مش هيبقى ليا حد وبتقولي لي ما تعيطيش سلام يا اسيل لا تحسني قوي ليان لا يا ربي يا بابا هو مفيش حل تاني خالص يعني مش هينفع اقعد في مصر احنا اتناقشنا في الموضوع ده قبل كده يا اسيل انت عارفه كده كويس مفيش حل للاسف لازم تيجي معانا امريكا هنروح السينما تيجي معانا؟ لا يا ماما مش عايزه اروح. ليه كده يا حبيبتي؟ من ساعه لما صاحبتك سافرت وانتي مش عايزه تروحي في اي مكان ولا حتى عايزه تلعب بره البيت. يا ماما عادي يا ماما ملوش علاقه بس انا مش عايزه فعلا اروح. لا يا ليان فعلا الموضوع له علاقه بسفر صاحبتك من ساعه لما سافرت وانتي دايما زعلانه. هو ايه اللي حصل؟ أنتي زعلانه كده ليه؟ يا بابا عادي يا بابا خلاص والله أنتوا روح انا مش عايزه اروح لو كنت عايزه اجي كنت هاجي معاكم. طيب خلاص براحتك يا بنتي بس لو عايز تقول على طول ماشي حاضر يا ماما طيب خلي بالك بقى على نفسك تمام ومتفتحيش لحد غريب الباب ماشي يا ماما تقلقيش انا كبيره على الكلام ده متاكده ان انت مش عايز تيجي يا ليان ايوه يا بابا متاكده طيب ماشي خلاص احنا وراجعين هنبقى نجيب لك شويه حاجه حلوه ماشي حاضر يا بابا شكرا العفو على ايه فعلا انا ماليش نفسي اعمل اي حاجه بعد ما اسيل سافرت يا تري هو ليه بابا وماما اتأخروا اوي كده ، يعني المفروض الفيلم بياخد مثلا ساعة ساعتين بالكتير مش اربع ساعات ، ممكن يكونوا مثلا اتمشوا او راحوا اي مكان تاني ، انا بجد بتمنى ان اسيل تتصل بيا حتى لو قالتلي مثلا جملة وبعد كده تقفل السكة في وشي انا موافقة ، بجد اسيل وحشتني اوي ايه ده التليفون بيتصل يا تري امنيتي اتحققت واسيل هي اللي هتتصل فيا بس يا رب ما تقفلش في وش السكه الو الو انت ليان صح ايوه انا ليان طيب يا ليان احنا كنا بنتصل بيكي من المستشفى عشان عايزين نقولك ان ان مامتك وباباكي في ذمه الله اه ايه اه دي بس يا يا استاذه ليان لما تيجي هنا تعرفي كل حاجه وتعرفي ايه اللي حصل لهم طيب طيب سلام يا عيني البنت شكلها فعلا منهارة يا دكتور يا دكتور لو سمحت فهمني اللي حصل بالظبط يا دكتور انا ماليش غيرهم يا دكتور اللي حصل لهم بس اللي حصل لهم ليه ما لحقتوش تلحقوهم بصي يا استاذه ليان اللي انا اعرفه ان هم كانوا راكبين في تاكسي والتاكسي ده عمل حادثه شنيعه جدا وللأسف هما الاتنين كانوا ضعيفين جدا وما استحملوش وماتوا وصاحب التاكسي لحد دلوقتي احنا مش عارفين حالته ايه بس هو ما بين الحياة والموت <تصفيق> لا <تصفيق> ليه كده انا مليش حد غيرهم <applause> انا مليش حد غيرهم ليه كده حصل <applause> حتى صاحبتي مشيت وسابتني وماشلي لاقي حد <applause> انا كده هموت وحيده وأبطلت الامر وحيده <applause> بعد لما رجعت للبيت قررت ان انا اسيبه وقررت ان انا مش عشان كل لما بشوفه بفتكر لما كانوا بينادوني وايام زمان الجميلة قلت لازم اروح وعيش في شقة صغيرة لوحدي وافضل وحيدة للابد مفيش حل غير كده وطبعا صاحبتي اسيل مش عارفة اتذكرها لازم انساها وكمان للأسف انا كده متأكدة ان انا فقدت اسيل لان مش عارفة اتواصل معايا ولا حتى اكلمها ولا اقولها اي حاجة البيت ده هيوحشني وكل اللي فيها هيوحشوني وماما وبابا هيوحشوني جدا بس اعمل ايه وضبت حاجتي ومشيت طبعا كل اللي انا هفتكره ان النهارده كان اسوا يوم في حياتي نقلت بيت جديد عشان هبدا حياه جديده وللاسف الحياه دي اكيد هتكون سيئه ومليانه بحزن يا ربي هو مين اللي بيخبط بقى دلوقتي ايه ده هو مفتاح ايه ده اسيل اسيل هو دي انتي هو ده حلم ولا حقيقه ها حلم ولا حقيقه لا لا عادي حقيقه وانا كمان اسيل يا اسيل هو انتي انتي فعلا جيتي هو انتي فعلا جيتي ايوه طبعا يا ليان انتي عبيطه ولا ايه انا اول لما سمعت الخبر قلت مش هينفع اقعد ايه كمان في امريكا ورحت اخدت اي حاجه في اي حاجه ورحت جيت لك على طول انا بجد مش مصدقه ان انت رجعتي انت مش عارفه انا من غيرك كنت عامله ازاي انا بجد اتدمرت وخصوصا بعد خبر ماما وبابا ما عرفتش اعمل ايه يا بنتي احنا صحاب مستحيل اسيبك لوحدك وبعدين خلاص انا هفضل عايشه معاكي اتفقت مع ماما وبابا هم وافقوا بجد بجد هو انت بتقول كده بجد ولا ده ايه ايوه بجد والله <applause> شكرا قوي يا اسيل بجد انا بحبك قوي <applause> انت افضل صديقه عندي خلاص بقى يا ليان ما لو سمحتي دموعك غاليه حاضر حاضر والله مش هعيط عشانك اوعزيني انت تفضلي قاعده معايا للابد وعد ان انا هفضل قاعده معاك للابد والابد والابد مع اني كنت فاكره ان الحياه الجديده هتكون وحشه بس بالعكس كانت جميله جدا مع اني كنت زعلانه عشان ماما وبابا بس اسيل عوضتني بكل حاجه وفعلا وقتها عرفت ان صداقتنا صداقة من ذهب <applause> ايوه احنا عجزنا بس روحنا لسه فيها الشباب